السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى محل بيج 136 136 من كتاب المعاصر 2023. نبدأ بسم الله، تعلم كيف تكون وترتب جمل وأسئلة. الجملة الخبرية تبدأ بفاعل وتنتهي بفلسطين. سالما كوت سي، طبعا عندي ده فعل ناقص كوت، لازم يقترن بأحد الأفعال الرئيسية ولا يمكن أن تأتي لوحدها في الجملة، يبقى طبعا كوت سي. سالما كوت سي ذا ألفابيت، سلمى استطاعت أن تقول الأبجدية. نمبر 2، الفاعل عندي وي ومس معناه يفتقد، وبعد كده بقت الجملة عندي مين؟ ها وي مس يو، طبعا نحن نفتقدك very much طبعا كثيرا، وي مس يو very much. بعد كده عندي عذرا نمبر 2، الجملة الأمرية تبدأ دايما يا دونت والمصدر، يا المصدر وباقي الجملة. طبعا عندي هنا دونت جيف اب، أسماء لا تستسلمي يا أسماء، don't give up، give up الفعل في المصدر وبعد كده جملة إيه؟ بقيت الجملة اللي هي أسماء. بعد كده let معناها طبعا ده الفعل في المصدر، let يعني يدع أو دعني، بعد كده ده فعل أمر، دعني let me show you how، دعني أوضح لك، let me show you how. بعد كده عندي نمبر 3، الجملة الاستفهامية بتبدأ بأداة استفهام وفعل مساعد وفاعل والفعل في الماضي. أداة استفهام عندي مين؟ وات، عندي وات. الفعل المساعد عندي مين؟ كود، وات كود. بعد كده عندي الفاعل عندي مين؟ أحمد أو أدهم، عذرا وات كود أدهم دو، فعل الأساسي دو، وات كود أدهم دو، ماذا استطاع أدهم أن يفعل؟ بعد كده نمبر 2، أداة الاستفهام عندي how often، how often اللي هي كم مرة. فعل المساعد عندي do، الفعل عندي you، ها أداة استفهام فعل مساعد، فعل الفعل في المصدر عندي مين؟ get، باقي الجملة عندي مين؟ a haircut، a haircut يعني كم مرة بتحصل على قصة شعر، how often do you get a haircut. يبقى هنا السؤال الاولاني اداه استفهام فعل مساعد او ناقص، الفاعل بعد كده فعل في المصدر، اداه استفهام هاو اوفن دو الفعل المساعد والفاعل عندي يو والفعل في المصدر جيت، بقيه الجمله هير كات، كم مره تحصل على قصه شعر. بعد كده اخر حاجه عندي السؤال بهل، وطبعا ما فيش هل في اللغه الانجليزيه، فبنستخدم الافعال المساعده والناقصه بمعنى هل، ودي بتجاوب عليها دائما بيس اور نو. يبقى ار ده الفعل المساعد والفعل عندي يو، ار يو، عذرا فعل مضاف ان جي هنا ميكينج، ار يو ميكينج طبعا a lot of friends، a lot of friends. هل طبعا كونت او تكون الكثير من الاصدقاء. اخر حاجه عندي طبعا في السؤال بفعل مساعد عندي دو فعل مساعد، عندي الفاعل يو، بعد كده عايز الفعل الأساسي عندي اللي هو طبعا remember يتذكر، وباقي الجملة عندي مين؟ ها your kindergarten أو garden kindergarten أو garden حضانة teacher، حاجة teacher يعني هل تتذكر معلمك في روضة الأطفال أو في الحضانة. هل do you remember your kindergarten teacher؟ هل تتذكر معلمك في روضة الأطفال أو في الحضانة؟ كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يا رب الفيديو نال إعجابكم، وشكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.